تعتبر الجزائر الدولة العربية الوحيدة التي كشفت روسيا عن تزويدها بحصادة الرؤوس، وهي عبارة عن عربة قتالية لمكافحة قوات العدو البشرية وحماية الدبابات والقوات الصديقة. مركبة على هيكل دبابات T-72 وT-90، وتتمتع بحماية ذاتية عالية ومزودة بقدرات نارية كبيرة. الجزائر هي البلد العربي الوحيد الذي يملك هذا النوع من الأسلحة المدمرة. إنها دبابة حاصدة الرؤوس، والملقبة أيضا بالترميناتور، وتعرف بأنها عربة قتالية. وسائل إعلام روسية نقلت عن وزارة الدفاع أن الجزائر اشترت 300 دبابة من هذا النوع الجديد الذي تصنعه روسيا، مع وجود مفاوضات مستمرة بين موسكو ودول أخرى لاقتنائها. تعد حاصدة الرؤوس عربة قتالية لا مثيل لها في العالم في التعامل بفعالية مع الدبابات والمدرعات ومختلف عربات العدو المفترض، إضافة إلى قدرتها العالية على تدمير الأهداف النارية والقوات البشرية للعدو الذي يستخدم مدافع الهاون والأسلحة المضادة للدبابات. كما يملك هذا النوع من العربات القتالية قدرة عالية لمكافحة قوات العدو البشرية وحماية الدبابات، كما أنها مزودة بحماية ذاتية عالية وقدرات نارية كثيرة. وفقا للمراجع الروسية يصل وزن حاصدة الرؤوس إلى 44 طنا، ومزودة بأربعة مدافع رشاشة من عيار 37.62 ملم، وبها أربع منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات وقاذفين أوتوماتيكيين للقنابل. وكان التقرير الأخير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام الصادر نهاية العام الماضي قد كشف أن الجزائر احتلت المرتبة الخامسة ضمن أكبر زبائن روسيا اقتناء للأسلحة على المستوى العالمي. وأكد التقرير أن 60% من مشتريات الجزائر من الأسلحة في 2017 تم استيراده من روسيا، لتبقى روسيا في صدارة الدول المصدرة للسلاح إلى الجزائر منذ 24 عاما على التوالي.